مفيش صورة تعلو النهاردة على صورة الشعار ده، شعار النادي الأهلي اللي كلنا بندعمه وبنشجعه، ومش بقول كلنا كجمهور اللي هو أهلاوية بس، لا كمصريين وكعرب وأفارقة والشرق الأوسط كله. النهاردة احنا بنمثل كل الناس دي قدام البطل الأسباني وممثل أوروبا ريال مدريد، النادي الأهلي المصري اللي إن شاء الله جاهز للمواجهة متسلح بطموح الوصول للنهائي للمرة الأولى في تاريخه، متسلح بالإيمان بنفسه وبالرغبة في كسر هيبة فرق أوروبا قدام الفرق الأفريقية، وإحنا مش أقل منهم. مفيش حاجة مستحيلة، 11 لاعب قدام 11 لاعب، مفيش أي حاجة ممكن نخسرها إن شاء الله. ان شاء الله يعني يعتبر يا هند طموحنا واحلامنا اللي عدت كل حاجه، التوقعات في انجاز غير مسبوق من اهم اسلحه الاهلي في المباراه دي، وارادتنا القويه في اننا نتاهل للمره الاولى لنهائي مونديال الانديه بعد ما حققنا فيه الميداليه البرونزيه 3 مرات. وعايزه اقول حاجه مهمه لينا كجمهور، لو كسبنا النهارده ان شاء الله يعني فده هيكون اكيد انجاز تاريخي ما حصلش قبل كده، ان فرقه مصريه عربيه تخرج بطل اوروبا من كاس العالم للانديه، وده مش اي بطل يا جماعه، ده ريال مدريد النادي الملكي. لكن لو لا قدر الله خسرنا، وده اللي اغلب الناس متوقعاه معرفش ليه يعني، مش عايزين برضو نزعل ونتضايق، احنا حققنا اللي عايزينه من البطوله دي، وكل منظومه الاهلي عملت اللي عليها وزياده. المباراه دي مهمه، كانت بتخلينا نفصل ما بين يعني احنا عايزين ايه والاهلي ان شاء الله هيعمل ايه، فان شاء الله متوقعين الخير باذن الله يحصل النهارده في المباراه دي، وربنا يكرمنا ونوصل للنجاح اللي احنا عايزينه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. كده خلصت فقرتنا دلوقتي، ممكن نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا تاني.